لا تجدي الدمعة ذا عندك ضمير إيه؟ السيء في طرحك الستر العائلة إيه؟ تريد تقنعني العطش أصل الطفوف يعني هو الماء أساس المشكلة الله هي الله. لو حسبت عطش شاوي الحسين كوثر الفردوس جاه الكربة الله الشاعر الكشف الخدر بالطفوف إيه؟ مشارك بذبح الطفل ويحرمه الله الله المنشد اللي يرقص على وجاع الحسين إيه؟ هذا حط بيد العليل السلسلة الله اللي يمشي لحسين وسلوكه من يزيد شكه موكب كون ما يستقبله الله الخطيب اللي قال زينب بالطفوف فرعت بنت حيدر قبال الملا هذا حارق خيمه من زينب اكيد لو الف حجه فلا تقبل اله الله الله المهم الى اخر قصيده انا ما اريد اخذ من وقت سنت. الاخوان اريد اعطيهم وقت الله يحفظك انا حقيقه يعني عاجز عن شكر لكم لأنهم تقدمونا أصوات عفوان. ملاحظة فقط أنا يعني حكيتها ويا الأخ حسين بغدادي أريد أعيدها هنا الآن تفضلوا كل الأصوات اللي موجودة يوصل هنا تشوفون أكو عنده صوت صحيح وصوت يفترض يوصل لكن من يأدي راح يخفق يرتب. بدليل اختياره قد يكون اللحن الموجود ممكن هو اللحن يتوافق مع القرار وهو جواب أو العكس اللجنة الكاميرات لأن كنا نحسبنا هنا يعني يا ريت انتوا تساعدوا تقولوا لا تقرا هاي اقرا هاي ان شاء يعني الله. على الاقل حتى توصلوا انا افتهمت أحسنت. المبرر من الاخ حسين البغدادي اقتنعت به لكن ساعدوهم احنا راح نقول لك كذلك استاذ كريم المرحله الاولى نسميها مرحله الصوت احنا نقدر الصوت الجميل نعبره بالمرحله الثانيه نوظب هذا الصوت ونختار له ما يناسبه شكرا لكم الله يحفظك اعيد الوجوه العرائسيه الجميله شكرا شكرا بعد مصر شكرا جزيلا بعد مصر اليوم ما نفطر بالبيت شكرا جزيلا